لكن على الوصف، لأن هذا الجمهور المغربي يعبر بكل اللغات. الملكي الأمير مولاي رشيد إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لترأس المباراة النهائية لنيل كأس العرش للموسم الرياضي 2016-2017، والتي سوف تجمع بعد قليل فريقي الدفاع الحسين الجديدي وفريق الرجاء البيضاوي في ثالث مواجهة لهما. وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والي ولاية الرباط ومجموعة من المسؤولين المدنيين وأيضا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي رقجع. كما قلت سوف يترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد المباراة النهائية في ثالث مواجهة بين الفريقين بعد أن التقيا مرتين، الأولى بالرباط وعادت الغلبة لفريق الرجاء، والثانية سنة 2013 وعادت الغلبة لفريق الدفاع الحسني الجديد. هي مناسبة كبيرة، مناسبة عيد استقلال المجيد. وفي هذه الأثناء يتقدم مكتب فريق الرجاء البيضاوي للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. فريق الرجاء التي لعب المقابلة النهائية ديالو رقم 13 بعدما فاز بهذه الكأس سبع مرات، فريق اللي تأسس سنة 1946 العميد عصام الرقي يقدم لصاحب السمو الملكي أمير مولاي رشيد عناصر الفريقين. هناك بعض العناصر اللي ما تلعبش اللقاء إسباني غاريدو عمر بوطيب عادل كروشي بدر بانون جواد يميق مابيدي عبد الرحيم شاكير وحسين ياجور عبد الاله الحافظي عبد الرحيم شاكير عمر بوطيب زكريا حتراف والحاج وليد الصبار عبد الكبير الوادي محمد خلدان ايوب جولال محمد بوعميرة محمد بن حليم طاقم التحكيم هشام تيازي الحسن أزغو هشام أيتشابو والحكم الرابع عبد الرحيم اليعقوبي. والآن هذا رئيس فريق دفاع الجديدي يقدم الفريقين وأيضا العميد لفريق الدفاع الحسني الجديدي. هناك يحيى الفيلالي فابريس غايل يوسف أكردو مروان الهدهودي علي بامعمر ايوب رناح بكري بلال المكري حميد احداد شعيب المفتور عدنان الوردي محمد حمامي يونس حواصي طارق استاتي عزيز كناني سيمون سوبا ومهدي بلعروسي وايضا الاطار الوطني عبد الرحيم طارب التي نفتخر به كثيرا المساعد ديالو فاضل عبد الرحيم طارب غادي يقدم العناصر اللي تساعدو تقنيا
تشتغل وتعطي النتائج. رئيس الفريق عبد الرحيم مقترض امامكم قد يقدم صاحب السمو الملكي اليوم الارشيد اعضاء مكتب الفريق. الفريق قد يلعب النهائي الخامس، فاز مره واحده بكاس العالم سنه 2013، والفريق اللي تاريخيا اعطانا اسماء كبيره وكبيره جدا نفتخر بها، ونفتخر بصانع هدف اللي من خلاله منتخب وطني فاز باللقب الافريقي وهو الوحيد. مجموعة من اللاعبين ديال مدينة الجديدة وفي هذا الأثناء يتجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصورة تذكارية رفقة فريق الدفاع الحسني الجديد تخلد هذا الحدث الرياضي الكبير. هو العيد الرياضي هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمناسبة عيد استقلال وأيضا نهائي كأس العرش، وصورة تذكارية مع فريق الرجاء الرياضي العالمي لشرف كرة القدم الوطنية في كأس العالم للأندية. نرفع لك القبعة يا فريق الرجاء. وأيضا مع ثلاثي التحكيم، وبالمناسبة تذكروا المرحوم عبد الكريم الزياني اللي قاد نهائي كأس العرش أربع مرات، المرحوم سعيد منقورة اللي قاد نهائي كأس العرش ثلاث مرات، وأيضا لسعيد الطاهري ثلاث مرات. هادو من الحكام اللي المرجعية الرياضية تحتفظ له بالذكريات الجميلة، وأيضا صورة مع حاملي الكرات. عيد استقلال المجيد يا وطني، فكل عام